فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء. بالنسبة للهايداتي فورم مول او الفيزيكولار مول اللي هو الحمل الكاذب او الفولس بريجنانسي، دوت برضو كومون ديزيز ممكن نشوفه. بيحصل ان الفيلاي كوريونيك فيلاي اوف ذا بلاسنتا، دي كوريونيك فيلاي فيها هيدروبيك سويلنج، تتنفخ تتملي مية، اكستندد ويذ ووتر. طبعا لما تيجي تبص على الشكل ده، الشكل دوت في المنظر ده في الشريحه بيتكرر، لانها ما هياش كوريونيك فيلاس واحد، اكتر من كوريونيك فيلاي بتبقى موجوده في السلايد، وكل الكوريونيك فيلاي بيحصل فيها ديستنشن ابنورمال سويلنج. ديستنشن وابنورمال سويلنج عباره عن مناطق لونها فاتح زي ما انت شايف كده، متحدده الحدود بتاعتها واضحه قوي، فتافيت موجوده على الشريحه. برضو بيبقى من الشرايح اللي هي فراجمنتد بالنيكد اي، بنلاقي فيه منطقه كده اهوت لونها فاتح متحدده كويس قوي، ومن جوه اللون بيبقى بين وفيها نيوكلياي من جوه. طبعا ديت عباره عن كوريونيك فيلاي حصل فيها هيدروبيك سويلنج، ده اللي هو المول او الفولس بريجنانسي. لما نيجي نبص على الهايداتي فورم مول او الفيزيكولار مول، هنلاقي في عندنا خلايا بتعمل كفرنج للكوريونيك فيلاس. طبعا ده الكور بتاع الكوريونيك فيلاس، بيبقى بنقول ان الكور ده ايديماتس كونتيننج ووتر، والاوتر سيلز كومبوزد اوف تروفوبلاست. طبعا التروفوبلاست في سايتو تروفوبلاست، في سنسيتيو تروفوبلاست، الاثنين موجودين في الاوتر لاير. السايتو تروفوبلاست بتبقى سمول كيبيدال سيلز، والسنسيتيو او السنسيشيال تروفوبلاست بتبقى لارج مالتي نيوكليتد سيلز. كلمة سنسيشيوم او سنسيتيوم معناها ايه؟ معناها لارج مالتي نيوكليتد، معناها لارج اند مالتي نيوكليتد. فبتبقى ممكن تلاقي ان الخلايا موجوده في الاوتر، هنشوفها اكتر في الكوريو كارسينوما اللي بتبقى برومننت، ده يمكن مش واضحه قوي. ده طبعا برضو زي ما احنا شايفين عباره عن كوريونيك فيلاس كبير قوي، متحدد كويس، حدود واضحه، مناطق زي ما قلنا بالونات كبيره كده اهوت منفوخه، لونها فاتح من جوه، الحدود بتاعتها واضحه. المنظر ده هو اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو المالجنا النورمال او البلاين سينسيتيوم، اللي هو عباره عن بروتوبلازميك ماتيريال، منطقه لونها بينك وفيها مالتيبل نيوكلياي. كويس، دي اللي هي سينسيتيو او سينسيشيو تروفوبلاست، ماشي. دي بتبقى موجوده برده مع المول او مع الفيلاس، لانها من الخلايا اللي بتعمل كفرنج للكوريونيك فيلاي. هنا برضو موجود شويه اهوت، موجودين هنا اهو مالتي نيوكليتد اهوت. كويس، دي طبعا السنسيتي تروفوبلاست. اذا الشكل العام للفيزيكولار مول او الهايداتي فورم مول، بنشوف مناطق واسعه كبيره ديستندد لونها فاتح من جوه، والحدود بتاعتها واضحه اللي هي عباره عن تروفوبلاستيك سيلز. كويس، ده شكل الكوريونيك فيلاي اللي حصل فيها فيزيكولار مول او هايداتي فورم مول.